لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينطلق يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى أعظم سباق في التاريخ، وقد رصدت لهذا السباق المرتقب أقيم وأفخم الجوائز على الإطلاق. فقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة عن بكرة أبيها للمشاركة في هذا السباق والماراثون الإيماني الكبير، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فكل الطاعات والقربات والصالحات والخيرات وأعمال البر متأكدة مشروعة في تلك العشر المباركة. فحري أن نسابق الريح في طاعة الله جل وعلا، وحري أن نجاهد أنفسنا وأن نشمر عن ساعد الجد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله تعالى. حري عباد الله أن ننشط أنواع الخيرات والطاعات والقربات، ومن ذلك أن ننشط شريان الشفقة في قلوبنا، وأن يرحم بعضنا بعضا. والرحمة عباد الله صفة كريمة من صفات الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في معرض بيان سعة رحمة الله جل وعلا، يقول: سبحان من وسع كل شيء رحمة، فخلق الخلق برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وخلق الجنة برحمته، بل وخلق النار كذلك برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده إلى بحبوحة جنته. وفي الحديث: لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. فقدت امرأة ولدها وصغيرها، فجعلت تبحث عنه كالمجنونة، حتى إذا وجدته أخذته فضمته والتزمته وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية وطارحة ولدها في النار؟
فقالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا ومن عظيم رحمته جل وعلا أن أرسل إلينا وإلى البرية والبشرية والخليقة نبي الرحمة. يقول جل وعلا في معرض بيان الغاية من بعثته عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله عز وجل رحمة للمؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسله الله عز وجل بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة. فتح به عليه الصلاة والسلام أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. أغاث به البلاد وأسعد به العباد. وأرسله الله عز وجل رحمة للرجال وللنساء على السواء. ولذلك أوصى بهن صلى الله عليه وسلم قائلا: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أرسله الله عز وجل للبشرية هاديا ومنقذا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله عز وجل رحمة لأمته. ومن كمال شفقته عليه الصلاة والسلام وفرط رحمته أنه آثر أمته بدعوته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وكما أنه عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للمؤمنين، فقد بعث كذلك رحمة للكافرين. ولذلك كان يوصي صلى الله عليه وسلم الغزاة قائلا: اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا أي بالجثث ولا تقتلوا وليدا. ومن أعجب ما سطر في قاموس وموسوعة رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه جعل الجذع يحن ويئن لما كان يتلى عليه من كتاب الله عز وجل وذكره وتسبيحه وتهليله. فما كان من الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه إلا أن نزل وجعل يسكت الجذع كما تسكت الأم الحنون وحيدها. ومن رحمته صلوات الله وسلامه عليه التي بلغت الغاية رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. وتأمل هذا المشهد الذي يقطر رحمة ورقة وشفافية. يأتيه عليه الصلاة والسلام طفل من الأطفال فيضمه صلى الله عليه وسلم إلى صدره،
فلا يلبث الطفل حتى يبول على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينهض الناس إلى الطفل ليأخذوه بعيدا، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تذرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ويأبى صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يستتم الطفل بولته على جسده الشريف. يقول أمير الشعراء وهو يتغنى بشمائل أمير الرحماء صلى الله عليه وسلم، يقول: فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب، وقد جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ومما يدل على فرط رحمته صلوات الله وسلامه عليه رحمته عليه الصلاة والسلام بعالم الحيوان. وهذه جملة أحاديث بمثابة شاهد الإثبات على ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. ويقول: وفي كل ذات كبد رطبة أجرى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى ضوء تلك التعاليم الراقية السامية الرقراقة كانت هذه التوصيات التي تنضح رحمة ورقة، كالنهي عن شي السمك وهو حي، وأن الرجل إذا أراد أن يذبح شاة أو أضحية فلا يسن السكين أمامها، ولا يذبح شاة أمام أختها، ويسوقها للذبح برفق، ويعرض على الشاة الماء قبل الذبح حتى لا تموت عطشا. ولقد وجد عندنا عباد الله معاشر المسلمين، وجد عندنا أوقاف ودور ومؤسسات لتطبيب وعلاج ورعاية الحيوانات والبهائم المسنة. ومنا عباد الله من كان يفتت الخبز ويطرحه للنمل قائلا: هن جارات لنا. فأي رحمة وأي رقة وأي رقي وأي حضارة وأي نهضة وأي دين هذا؟ هذه عباد الله نسائم الرحمة التي بعث بها ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه نسائم الرحمة التي حرمها غلاظ الأكباد الذين ماتت قلوبهم وتعفنت وامتلأت بها جثث الغل والحقد والحسد، والذين جعلوا يتفننون تفننا في تعذيب البشر، وسلوا محاكم التفتيش، وسلوا معتقل غوانتنامو، وسلوا سجن أبو غريب، وسلوا بورما والبوسنة والهرسك،
وسلوا سوريا وسلوا براءة الطفل عمران وسلوا السفاح الرافضي الشيعي المكنى بالمعز لدين الله الفاطمي والذي أمر جزارا يهوديا أن يسلخ على الحي إماما من أئمة أهل السنة والجماعة وهو الإمام أبو بكر النابلسي أمر الخبيث الخسيس بسلخه حيا ناهيك عن هذا الفظ الغليظ الذي أراد أن ينتقم من طليقته فذهب لزيارة ابنته إلا أن الخبيث على حين غفلة من أهلها أخرج دبوسا من جيبه ودفنه في رأس الرضيعة حتى إذا صرخت وولولت دفعها إلى أهلها ثم انصرف وجعلت الصغيرة لا يتوقف بكاؤها ولا يسكن ألمها حتى فاضت روحها وهكذا تفعل القسوة والغلظة بأهلها وآخرون بلغ من فرط قسوتهم وغباوتهم أن عصبوا عين رجل وظلت عين الرجل معصوبة ردحا من الزمن أياما وشهورا ولربما أعواما حتى إذا حلوا الغمامة والعصابة عن عينه إذا عين المسكين قد دودت وآخرون تفننوا في تعذيب مخلوق فأوحى إليهم الشيطان أن يتفننوا في تعذيبه تفننا فأجاعوه أولا مدة يومين أو ثلاثة ثم قدموا له فقط وحصريا فسيخا وسردينا وملوحة ثم منعوا عنه الماء مدة يومين أو ثلاثة حتى إذا جف حلق الرجل تماما وكاد يموت عطشا خلوا بينه وبين الماء فشرب الرجل شرب جنون ثم بعدما شرب تلك الألتار من الماء ربطوا يديه وذكره لتبحث ألتار الأبوال التي تجمعت في مثانته عن مخرج فلا تجد ليكون الفصل الأخير من تلك المأساة انفجار بركان المثانة وكأني بصدى صوته يقول أما والله إن الظلم شؤم وما زال الظلوم هو المسيء إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله فإذا كنا نشكو الغلاء والبلاء والشقاء وأنواع الضنك والضيق وتسلط الأعداء فما أحوجنا عباد الله إلى رحمة من الله
يغننا بها عن رحمة من سواه. ومن أعظم أسباب فتح خزائن الرحمة هو ما نوه به وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فحري عباد الله أن يرحم بعضنا بعضا، وأن نتحرر من شريعة الغاب ومن شعار أنا ومن بعدي الطوفان، والذي يعتمده كثرة من الناس، يعتمده كثرة من التجار والباعة، بل يعتمده كثير من الأطباء الذين يتجرون في المرضى ويستغلون أوجاعهم ويمصون دماءهم، وعلى شاكلتهم ومن والي جشعهم نسج كثير من حيتان المدرسين الذين يشوون الطلبة وأولياء الأمور ويجزرونهم تجزيرا. وليس هؤلاء ولا أولئك دفعهم إلى ذلك الجوع والحاجة الماسة، بل كثرة منهم عنده من الكنوز ما يكفي أمة من الخلق، ولكنه الحرص الأعمى والنهم والسعرة التي نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها بقوله: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك غضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وحذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك،
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.